شنو هي رايك في عرض اليوم في بنزرت؟ والله كالعادة عرض كبير مرزي كبير جمهور ما شاء الله فرحان على الوقت حسيت روحي في كل مكان كنت مركز ما نسيتش وفرحان بالتفاعل وسورتو ما نسيتش فما فما لاكوميلاسيون هذيك الاخرانيه ياسر ياسر شبابه ياسر حفاظه وياسر خدمه الله يخليك خويا وفرحان برشا برد فعل الجمهور انه الجمهور معناها يتفاعل مع الضحك كما يتفاعل مع الميساج كما يتفاعل مع الدراما والسهل العبد يستمتع فيه باش يضحك ويوجع ولا انه يوجع وبعد يرجع يضحك سي با فاسيل دي ماما دي ماما يوليا فرحان على الاخر وميرسي بالزرد ان شاء الله ديما نجيبكم بجديد ان شاء الله كنت نتوقع كريم اليوم باش تجبد شكون من الجمهور وتعمل انترو ما حبيتش تضيع ثنيتك في المسرحيه باش ما تنساش والا اليوم ما خطرتلكش باش تعمل امبروفيزاسيون هي معناها كيما نقولوا من الاول من بعد حبيت نركز في الحقيقه وكيك خير باش واحد ما ينساش باش ما تنساش وباش زاد فهم الجمهور تخليه معناها تخليه الجمهور في بلاصته يتفاعل معاك فهمتي من غير ما تزيد مش لازم يضيع معاك لازم كل الاتفاق لان مربوطه الحكايه مانيش نعرف تستغلها الفرقيه الحكايه كامله مربوطه قصه مش نقص عليها المره الاولى المره الثانيه باش تضيع نقص عليها هذاك علاش قررت معناها نوصل الميساج للناس والحمد لله كل مره مشي وعايش مرحبا بك 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 الله يخليك ويبارك جمهور جمهور بالذات معناها ماهيش قفة راهو كي تجيب بالذات تحاول ساعات اللغة بتاع قفل بالذات زعما باش تلعب بيه ولا باش تخدم تصور انا الجمهور يخرج من داره ويقص جاي باش يضحك فمش واحد يقول لك خلينا نمشي لكريم خاطر قال مره نحب جمهور بالظبط خلينا نمشي فهمت شنو هي؟ اليوم جمهور كريم يضحك وكيف الوقت؟ الحمد لله انه ضحك انا ما نحبش انا نبكيها ما تو في المرحله هذه في تونس الحقيقه عايشين في دراما كبيره الحقيقه معناها استانسنا بالاخبار الخايبه استانسنا ما فماش زيت عادي تو بيزوز ولا مقطوع استانسنا ما فماش سمير استانسنا والله تم العثور على 50 جثه في سواحل درشنية حرقوا وماتوا ما نجمش نكون انا كارتيست ولا كستاند ابور ولا ككوميدي بعيد عن الواقع هذاك لازم تطرق لي معناها تطرق الموضوع هذا وساعات انا نتفرج مش نضحكوا وساعات كي تعمل بكي انا ما تحبش تبكي انا ما عرفتش الحبيب في الدنيا ديما نفكر مع نفسي هما ساعات بكي تفرج اكثر من ضحكه ولا ساعات تبكي بكيت لا بكيت بالحق حسيت بكيت بالحق خاطر اخر مره سمعت صوت بابا رحمه بعد عبد الزهر عمي طلبني بعد عبد الزهر عمي وقال لي فيديوهات وما شاء الله عليك ما ادري شنو نتفكرها بعد عبد الزهر اخر مره حكينا نتفكر بالتليفون هذاك عمري ما ننساه هذاك هذاك علاش تجي حاجه محلاها وبروجي من بيه نخدم على شلي وخدمت قبل انا بسير ما ان شاء الله على شلي انا كل الموضوع وحدي شفت في هجمه والله التعليق نحب نقول للناس اللي راهو كل دومين في خوارة احنا ساعات نحكيو على الكوره شفت خوارة كبير في الكوره واللي توقع الجايه راهو ون مانشوز هذا الدومين في برشا خوارة في تونس معناها ما نجموش احنا باش نفرهدوا العباد ونوجعوا عليك باش نفرهدوا العباد ماناش باش نكذبوا على الناس ولا يو فتحوا لي في شركه يو عملوا لي مشكله اما كي تتعاود بيان كي تتعاود معناها تقول انت ماكش خايف تخدم على روحك وماكش ميشون معناها تخدم تروح حتى صحابي ماكش كنتو بين صحابي من تحط صحابي من عقبال وما بينهمش معناها على روحي انا اللي يعرفني في الدنيا على روحي لا تراني في عباد تقابلوا لا مع شله هكا معروفين لا شنيا على روحي عام تجيك حكايات تجيك هاو تغطي عفيش هاو باش
حبيت له شنو ما عندهم وين يوصل معناتها الخدمة الحمد لله الحمد لله معناها نخدم على روحي وهذوما الساعتين في سرسان هذوما ماهمش بالكش معناها هبط علي وحي خرجت قلت برشا خدمة برشا تعب وتسكر على روحك السهرة وتبرر وتكتب وتكسر راسك واسم مشغولين لولادك ومعايا حاجة تصير هذيك الحاجة صح خليل من شعبية ومعايا هما زاد مش وحدي وحدي سرسان معايا اكيد الحقيقة ثاني مرة في المسارات تقريبا عندها 6 ساعات تقريبا هنا تحب مسرح النظر كي تجي لهنا شنو تحس؟ والله بيان سور ليش حب نحكي تقدر معايا واحد يحس سونساسيون ادرينالين تطلع هو ديما راهو انا تطور ادرينالين تبدا تطلع سونساسيون غير عاديه تتفرج قدام الاف عباد انك تقول كلمه لالاف يضحكوا لك ولا تقول كلمه لالاف يصفقوا تنجم تكون احسن سونساسيون في العالم تنجم تكون اقوى شيء في العالم قد ما يكثر عدد الجمهور قد ما الشيخ هذيك وقد ما السونساسيون هذيك قد ما يكثر الجمهور قد ما يلعب في الكراش قد ما يكثر عدد الجمهور اكيد يكثر ستريس شكرا لك على العرض مع مهرجان بالضبط مهرجان بيان سور تحضر مهرجان كبير وجمهور بالضبط يعني حقيقة شمعان يعني تفرج في الورن شو تفرج في المسرحيات تفرج في الحفلات مدللين معناها إذا في المهرجان ديما تلقى فما برمجة معناها تنجم ما تضحكوش يزوح ويخرج معناها بلوش ما يمشي يكمل ولا يبحر ولا يخرج لك وسط العرض هاي كان سير تمت وقطع له ترى في حظ مروحة خايبة ولا تدخل تلقى شطر المسرح فيها تقلق الحكاية الحقيقة معناتها النجاح ما راهوش في انه مسرح معبي يعني انا نراه النجاح باش يروحوا الجمهور بعد نجاح باش يروحوا هو علاش شبيه هو باش نراه باش تشيخ العباد وباش تشيخني في الحكاية انه اللي يروح يبوش هاولاي باش تجيك القيمة عبد تولي باش يعبي العبد انا ما عنديش برشا في التلفزيون مش قاعد في عمل كبير كل ديما قبل كنت كنت جامعة انا مرشدية ولاباس معناها قبل كانوا يقولوا لنا انتم ما راكم الماكينة تخدموا في جيتي تعمل اشهار العرب في التلفزيون كنت تو عندي مدة مثلا ما نخدمش انا التلفزيون اما اكثر حاجة تجيب لك الجمهور وتخليك ديما موجود حتى المواطن اللي يروح بعد العرض يسألوا امه ولا تسألوا مرته ولا اللي ما مشاش وتحومته يمشي يعمل قهوة يقول لك والله يقولوا مشينا والله باهي يقولوا فما نقد وضحكنا ويعطيه الصحة ديبوش هاولاي هذيك مهمة على الآخر ديبوش هاولاي هي اللي تعطيك فما حبيت معناها نخدمها بروشاج مش معناها حتى بيجي قلب صفيق زي واحد توا تقول له صفيق يقول لك اكدس 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 لين الخسارة هذيك أي واحد يعملها كان تركز أنت في رول صفيق زي خدمته ما قلت حتى مرة اكدس ولا قلت حتى مرة لين الخسارة خلت صفيق زي كيف تلاقي كلهم صفيق زي عمري ما سمعت واحد فيهم قال اكدس عمري ما كنت سمعت واحد فيهم قال لي الخسارة ما سمعت ليش كل ما ليش يقولوا هكا يا خولي بعد ذيك الكليشيات معناها ما خدمتهم عليها من بعد دخلت في وسط كل ديك نسبيري الحقيقه اللي قررت باش نخدم بيرسوناج كنت متقلق مش قلق خايف اللي برايك كنت هذا باش نخدم تسفيق صور باش يبدو علي يقول لك انت معناها ضحك العباد اللي جتنا كان تقبل اكثر عباد يضحكوا عليهم تسفيق سيد واحد علاش خاطر حسوا لذيك البيرسوناج وهويتهم وما تهكمتش معناها ما قلتش نضحكوا باللهجه ضحكنا بالبرسوناج في السيتواسيون اللي عنده كيفاش عرف مرأة كبيرة روح بها وهو خديه الجاوري اللي روح بها معناها العباد حتى الجمهور اللي يتفرج الوضعية تضحك السيتواسيون يضحك كيفاش الوضعية تضحك مش يضحك على لهجته اللي تنسى العباد هو سبيرسي ما تضحك على خاطر قاعد يعاني فيها كنا نسأل في الجمهور برا برشا نساء كبار شنو قاعد يصور؟ قاعد يصور هذا التليفون برشا نساء كبار والحاجه هذه لاحظتها كونه تحب تاكد عليها كريم اللي راهي المسرحيه عائليه والعائلات برا فرحانين برشا كونه راهو يجي مع صغار وكل شيء الحاجه هذه خدمت في فيزا حبيت كون كي تجيك عائله تكون مرتاحه بالطبيعه كيفاش انا ضدك الحكم الخلافي وتاثر المجتمع باش نفهم منه الحليم فما منه نشوف صغار
شوف صغار ساعات يسمعوا غنيات انا بنت خويا مسك يعاودوا في كلمه ساعات ما يعرفوش يعملش معناها يعاودوا فيها وكا تشوف حاجات تشوف كذا تقول اش فينا ساعات ترى تو خدمنا برج الدايه تيلي بوبيل خدمناها كيف احنا معناها اما باللي طحنا في النيفو بل باللي طحنا تو ترى برومو في التلفزه في قناه العائله في ذيك القناه ترى برومو في التلفزه يطرق المواضيع تقول علاش معناها أصلا ماهمش يسألوا في سبيسياليست يسألوا كرونيكور هل أنت مع المساكنة قبل الزواج يهبطوا في برومو هو يقول كلمة يولي وجه واري بلون وانتظرون معناها قاعدين يخدموا بالبوز بالطريقة هذيك أنت يجيب واحد أنت كانت عندك علاقة مع رجل أعمال خارجي معناها تحس معناها أنه جاي المسرح يحب يضحك فهمت نزيد أنا نحرج باريكزومبل الكل وبلس العمر انا بالحق ما نزيدش عمر ما كبرتش برشا انا اول مسرحيه عملتها عمري 26 سنه تو عمري 33 نحس في روحي الحقيقه معناها ماهوش نفس مش نفس الحبه تتوزن شويه كوني تعب شويه على قبل تصير ثاني معناها ما دام تقول تنجم تضحك من غير غشه نجم نضحك علاش ما نعملهاش؟ شو عاملين؟ جيل عائلات يعطيك الصحه.